السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 19 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد انتهى بنا المقام في الدرس السابق إلى أن تكلمنا عن باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها، وذكرنا لكم حينها أن تمني المعصية كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن تمني المعصية وهو الهم بها له 4 حالات جمعاً بين الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحال الأولى أن يهم العبد بالمعصية ثم يتركها لله عز وجل، فهذا يثاب على ذلك وتكتب له عند الله حسنة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في الدرس السابق. والحال الثانية أن يهم العبد بالمعصية ثم يتركها لا لله لكن لعدم شغف نفسه بها، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. لا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعلها. والحال الثالثة أن يهم العبد بالمعصية ثم يتركها عجزا عنها دون فعل السبب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يأثم على نيته. والحال الرابعة أن يهم العبد بالمعصية ثم يتركها عجزا عنها مع فعل السبب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. وقد بينا لكم الأدلة على ذلك في الدرس السابق. ثم ذكرت لكم حينها أن الهموم الكثيرة المنتشرة بين الناس في هذه الأيام سببها الهم بالمعصية، إذ كثير من الناس اليوم تتمنى أنفسهم المعاصي لكن لا يفعلونها، إما عجزا عنها دون فعل السبب وإما عجزا عنها مع فعل السبب، والله المستعان. وهذا كله له أثره، إما الدنيوي أو الأخروي. وذكرت لكم حينها أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: فالذنوب لها عقوبات، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فمن يهم بالمعصية ثم يتركها عجزا عنها فإنه يعاقب على ذلك بالهموم التي تقع في صدره. ولذلك ينبغي للعبد أن يجتنب تمني المعصية والهم بها، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب في بعض أحواله طبعا كما بينت لكم. اليوم معنا باب تكلم فيه المصنف عن أمر هو كبيرة من كبائر الذنوب لكنه قد يوقع في الكفر، وهو الريب أي الشك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الريب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
وقال عمر يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا، سيأتي بيان هذا الأثر. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: داق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أخرجه مسلم، وعن العباس رضي الله عنه مثله. هذا الباب في ذكر الريب، والريب أيها الإخوة هو الشك، وهو التردد بين أمرين لا مرجح عندك لأحدهما على الآخر. التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما عندك على الآخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو ضد اليقين والصدق، وهو ضد اليقين والصدق. فمن كان عنده تردد وشك فليس بمؤمن، فإن من لازم الإيمان اليقين والصدق وليس التردد والشك. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأصحاب الشك ليسوا بمؤمنين، وإنما المؤمنون الذين آمنوا بصدق ويقين دون ريب. وكذلك يقول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكان أهل الإيمان هم أهل اليقين وليسوا أهل الشك. ويقول الله جل وعلا كما في سورة الجاثية: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا الكلام عن أهل الكفر، وقد قال الله جل وعلا في الآية السابقة مبينا حال أهل الكفر: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، أي لا شك فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهؤلاء كانوا كافرين، لأنهم لم يؤمنوا الإيمان الصادق الجازم بالله تبارك وتعالى وبالساعة، أي اليوم الآخر. واعلموا أيها الإخوة أن علامة الصدق والإيمان، علامة الصدق والإيمان واليقين، أن يقدم الإنسان نفسه وماله في سبيل الله، وأن يقدم محبوبات الله تبارك وتعالى على محبوبات نفسه. ولذلك يقول الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول الله عز وجل في الآية الأولى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طيب، وماذا عملوا؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أحب ما إلى الإنسان نفسه التي بين جنبيه، ثم ماذا؟ ثم ماله، لأن المال زينة الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل، أليس كذلك؟ فإذا قدم الإنسان نفسه وماله في سبيل الله، ألا يدل ذلك على صدقه ويقينه وعلى إيمانه الجازم بالله تبارك وتعالى وموعوده؟ أليس كذلك؟ إذن كان هذا هو حال أهل الصدق واليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذه الآية أيها الإخوة جاءت في سياق رد الله تبارك وتعالى على الأعراب الذين قال الله عنهم في الآية السابقة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن أن أهل الإيمان هم أهل اليقين والصدق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتأملوا أيها الإخوة الآية التالية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من سورة البقرة، وهي في أول سورة البقرة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذي يؤمن بالأمور الغيبية، اليوم الآخر أو الأمور الغيبية التي أخبر الله عنها في كتابه من الأمور السابقة أو التي ستقع في آخر الزمان،
أليس هو مؤمن إيمانا صادقا جازما؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة عبادة بدنية نفعلها في اليوم والليلة 5 مرات، من يداوم عليها ألا يكون صادقا في إيمانه؟ ومما رزقناهم ينفقون، ينفق من ماله الذي هو من الأمور المحببة إليه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني المال محبب إلى النفس، لكن هؤلاء المتقين المؤمنين يتصدقون من أموالهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون بأمور غيبية بأنها من عند الله، الكتب المنزلة وما يكون في اليوم الآخر من جنة ونار وحساب وجزاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل اليقين، الإيمان الصادق الجازم، وليسوا أهل الريب والشك. ولذلك كان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه، أي قل ما ينسى هذه العبارة: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وأثر معاذ رضي الله عنه أراد منه المصنف التأكيد على أن هلاك المرتابين لشكهم وعدم يقينهم بالله تبارك وتعالى وما أخبر عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله حكم قسط أي يحكم بالعدل، فلا يظلم ربك أحدا، وإنما يهلك المرتابون من شكهم ولا يهلكون من إيمانهم. ولذلك كان الله تبارك وتعالى حاكما بالعدل على هؤلاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والقسط أيها الإخوة غير القسط، فالقسط هو العدل، قال الله تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بالقسط ولا تتبع أهواءهم، وجمعها مقسطون. وأما القسط فهو الجور وجمعها قاسطون، وهم الذين قال الله عنهم: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وآثر ابن مسعود رضي الله عنه التالي فيه دلالات اليقين وآثاره، وتأملوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، من يعلم أن الثواب والجزاء عند الله أيرضي أحدا بسخط الله؟ لا والله. من يعلم أن النافع الضار هو الله أيتجه إلى المخلوقين؟ لا والله. أيخشاهم؟ لا والله. إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، هذا من علامات الصدق. ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، تأتيك نعمة ثم تقول سببها فلان وفلان وفلان، نعم هم أسباب، لكن لا تنسب النعمة لهم ولا تحمدهم حمدا دائما. هذه العطايا هي من الله تبارك وتعالى، ما يمسك الله من رحمة فلا مرسل لها، وما يرسل فلا ممسك له من بعده سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، لكن الله تبارك وتعالى هو المعطي. ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، منع عنك شيء تلوم فلان وفلان وفلان وتقول هم الأسباب، لا، الله تبارك وتعالى هو الذي منع ذلك عنك، ولله في كل شيء حكمة، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. وإن الله بعلمه وقسطه أي عدله جعل الروح أي الفرج والفرح في اليقين، كل إنسان تجد عنده اليقين والصدق والإيمان الجازم تجد عنده الفرج والفرح، يؤمن بأن الله تبارك وتعالى إنما منعك لحكمة وإنما أعطاك لحكمة، وقد يكون منع الله لك عن ذلك الأمر خيرة لك. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا منعك الله من شيء فاعلم أن لله حكمة، وآمن وأيقن بذلك وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ومن جميل الآثار الإسرائيلية التي
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث عنهم ولا حرج، وأن لا نصدقهم ولا نكذبهم ما روي أن الله تبارك وتعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدته. إذن لله في ذلك كله الحكمة البالغة. من كان إيمانه إيمانا صادقا جازما وموقنا بالله تبارك وتعالى وموعوده يعلم ذلك علم اليقين، ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله. قال: وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. كل إنسان عنده ريب وعنده شك يقع عليه الحزن والهم، والله المستعان، لأنه يسند تلك الأمور إلى الأسباب ولا يسندها إلى الله تبارك وتعالى. وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: كيف أنت مطمئن أو كيف تطمئن؟ قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاسترحت. رزقك ترى المكتوب لك، والله ما يأخذه غيرك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا. وفيه أن العبد يتبعه رزقه كما يتبعه أجله، لعلي أستذكر نصه وأذكره لكم. وهذا يدل على أن رزق الله تبارك وتعالى سيأتيك لا محالة، لن يأتيك به حرصك ولن يرده عنك أي سبب آخر من أسباب الناس. ولذلك هذا الأمر مستفيض في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك: فعملت لذلك أعمالا. هذا الأثر يحتاج إلى بيان. هذا الأثر أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله تعالى وقاله عمر رضي الله عنه يوم الحديبية. ما سببه؟ سببه أن يوم الحديبية حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى العمرة منعهم الكفار، منعهم من الوصول إلى الحرم ومنعوا هديهم كذلك من الوصول، ثم أبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلحا، وكان هذا الصلح فيه إجحاف على المسلمين وفيه جور عليهم بلا شك، لكن سماه الله تبارك وتعالى مع ذلك فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان مقدمة وتمهيد للفتح الأعظم الأكبر الذي هو فتح مكة. لكن عمر رضي الله عنه آنذاك غضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أليس هو رسول الله؟ قال: نعم. قال: إلزم غرزه، إلزم غرزه. ثم تبين بعد ذلك أن هذا الصلح كان خيرا للمسلمين، إذ أعقبه فتح أكبر وهو فتح مكة. ولذلك قال عمر هنا: فعملت لذلك أعمالا، أي كأنه عمل أعمالا كثيرة من الخير تكفيرا عن هذا الأمر، رغم أن عمر رضي الله عنه لم يقل هذه العبارة شكا منه، وإنما كان يريد إظهار قوة المسلمين وإعلاء كلمة الله. لكن مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى أنه قال قولا يوحي ببعض الشك، فعمل لذلك أعمالا كفر فيها عن هذا الأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا الحديث يدل أيها الإخوة على أن من آثار الرضا بالشيء اليقين به دون ريب، الرضا به واليقين به دون ريب، ومن آثاره الاكتفاء به عما سواه، فمن رضي بالله لم يلجأ لغيره. ومن آثار ذلك أيضا التلذذ بطاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. ذاق طعم الإيمان من رضي به، أي أيقن به سبحانه وتعالى، من رضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يرزقنا الإيمان الصادق الجازم واليقين التام سبحانه وتعالى به وبما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.